أكيد في سبوميكس نكمل نحكي على بقية مقابلات الجولة الثالثة من البطولة اللي تلعبت في الويكاند اللي فات. نحكي عن نادي الفريق، الفريق متصدر الترتيب بالبطولة، 9 نقاط في 3 جولات، فوز كبير قدام قوي في القفصة بنتيجة 3-0. خلينا نبدأ معك أنت يا أنيس، وقبل هذا عندك حبيت تعلق على حاجة على تفضل. في ثواني باش نحكي على اللاكت اللي صار ما بين سيف الورتاني ومحمد بلايش. الحقيقة بعد ماتش ديما تكون التونسيون طالعة، اخلاق الزوز انا عندي فكره عليهم، لانه سيف الورتاني الحقيقه عندي فكره كبيره عليه، اخلاقيا مميز جدا. صحيح نحكيه على مباراه تشنجات، غلط ما غلطش هذيك حسنيه سؤنيه، لكن اخلاقيا الحقيقه انسان مميز برشا. ومحمد بلاي زاد كيف نتصوره تسرع، عيب عليه، اخطا في حق سيف. مهما يكون انتمائك، مهما يكون غيرتك على الجمعيه، لكن من المنبر هذا نكلم سيف ونقول الموضوع يعني ان شاء الله نحاولوا نلموه. غلطة نتاع مسؤول غار على جمعيته، تشنش أكثر من لازم، إن شاء الله يرحم ربي يرحم ميمتك، وهذا حق، لأنه كل شيء إلا الوالدين. طاح الكف على ذله، نكونوا خيان، نحاولوا نتسامحوا مع بعضنا، لكن نحاولوا نتريثوا ديما بعد مباريات باش التونسيون حتى كان تكون اقوى منا نحاولوا نتحكموا فيها. باهي النادي الافريقي وقالوا في القفصه الكلوب مستيسر تلقى برشا صعوبات في تنقلات كيما هكا. اليوم شفنا الكلوب فيرسيون جديده، 3 اهداف معناها في ماتش ربحت، ما قات صعوبات كبيره في التنقل كيما هكا. فما حاجه تبدلت في الكلوب انيس؟ اي ثم برشا حاجه تبدلوا في النادي الافريقي في الوقت الحالي. فريق ما عادش عنده مشكله كي سويلع في رادس ولا خارج رادس، يعرف يجيب تراح. بالنسبه لي عقليه 3 نقاط مهمه برشا، يعني اليوم يحب يمشي بثبات في البطوله التونسيه. 3 نقاط يجيبوا خواتهم، اليوم 9 نقاط على 3 مباريات، وفي بعض الاوقات تكون مانير مميزه جدا كما مباراه قفصه اللي عمل بدايه طيبه في المباراه. الشيء اللي يعاون بتوني باش يطبق افكاره هو الادوات، وهو القجر كيحل يلقى، يعني عنده بريسك 22 جوار ما يبعدوش على بعضهم. يغيب السهيلي يعوضوا اكس، يغيب الزعلون يعوضوا الغريسي، في الوسط ما شاء الله عندك الامكانيات الكل. مع الحقيقه مدرب فارض الديسبلين، مدرب متحكم مليح في الجروب، ما يكبر عليه حتى ملاعبي، قاعد يتجاوب مع الجروب اللي عنده. بيتوني اليوم مع النادي الافريقي ثم فكر، ثم انيماسيون. النادي الافريقي ما يلقاش مشاكل باش يخلط للاتاك، عنده ليزاتو الكل. البروفوني اليوم باش نقول المدرب قاعد ناجح بالفكر نتاعو في النادي الافريقي، عوده حمدي العبيدي، لانه حمدي العبيدي في وقت ما حمدي العبيدي ما لقاش المدرب اللي يخلي له البي سور تير، ما لقاش المدرب اللي يخدم عليه، لانه حمدي العبيدي كومام ان بون جوور، لكن كاركتير يزم ارفوار الحقيقه، يزم شكون يكون اكثر قريب له يحاول يتجاوب معاه. حمدي العبيدي المباراه هذه من احسن المباريات نتاعو على طول. شفناه حاسم هدف اسيست، شات كورة نحى الجارديان رجع قدام صاحبه كاش فيرغ ضيعها، فما كورة أخرى ترى يحكي عليها مختار بعد تحكيم تاكل كيفاش فكها وكان خارج راس راس. أنت حكيت على ذوما، أنا باش نعطيك النقطة الأهم في هذوما الكل. حمدي العبيدي على المستوى الدفاعي في الريكوبيراسيون، وقت اللي تشوف حمدي العبيدي هو لو بريمير يدو في افتكاك الكورة، حاجة مهمة، لانه اليوم بيتوني يخدم عليه اكثر. رينا التاك اللي عامله باش فك الكره كان نجم يسجل منها هدف. لي زارير وقت اللي يكونوا عندهم كره، لي زاكسيون تاع قفصه هو اول ملاعب يضغط سو لو بلان ديسبلين تكتيك، ملاعبي ولا منضبط برشا. لكن حمدي العبيدي مش مستقر الحقيقه، هذه فرصه جاته مع بيتونيزم ويستغلها، يخدم اكثر، يحط سقيف القاعه. ملاعبي عنده بوتونسيال كبير، عنده امكانيات كبيره في نادي الافريقي جديد، نادي الافريقي اللي تنجم تخلط له كره ما يلقاش مشاكل. النادي الافريقي اليوم قاعد الحقيقه يكتشف في برشا ملاعبيه، خاصه ايت مالك اللي نعرفوه ملاعب رواق نقاو صانع العاب، يعطيك افضل ما عنده. لي زارير موجودين كيما السهيلي، لابور نتاعو سو البلوفونسيف، الزعلوني، الغريسي، الكامروني اللي موجود في الوسط، ما شاء الله. يعني الحقيقه النادي الافريقي بثبات الموسم هذا، وهذا راهو ما جاش من فراغ، جاء الجستيون تاع اداره، عمل شيق وعمل كبير قاموا به في الصيف. والحقيقه من مرات القليل كان نتذكر الفرق اللي كانت عندها صعوبات ومرات بصعوبات كبيره ورجعت في وقت وجيز. يعني النادي الافريقي في العام الاخرانيه هو اخطاء على مستوى الانتدابات، اخطاء على مستوى الاداره، مشاكل عده في اشهر معينه. النادي الافريقي ديكليك كبير اداريا فنيا، وخاصه نهنيهم على الانتداب تاع بيتوني الحقيقه اللي لمسته واضحه، يعني لمسات نتاعو خاصه في المباريات ريناه، مدرب ما شاء الله عليه على المستوى التكتيك ويفرض الانضباط. نادي افريقي بثبات مع بيتوني. مش مازال بكري باش نحكم على مدرب مجد سواليه والا عليه. دخلت في افكاري انت.
ثلاثة ماتشوات مع بنقردين ومع عمران وقفصة ينجموش توا تجم تقيم نادي الفريقي إلا ما تلعب ماتشوات كبار. لكن فما حاجات تغير في الكوب أفريكا. شو هما اللي تغير في الكوب أفريكا؟ هو ساعة الجروب زاد ولا في برشا منافسة في كل بوست ولا بريسك دو جوار معنا بريسك سوفال. وثكال المدرب ضد قفصة شعمل المدرب مدرب وقت حط الغريسي على اليمين وحط تيني على اليسار شعمل عمل جاف وسط التيران حط ثلاثة ملاعبية متاع كورة. غيث أول مرة يلعب غيث قدام الديفونس نحى أحمد خليل قد أحمد خليل يمشيش يلعب الكورة القدام وحط الزمزني وآيت ملك. كي تشوف ثلاثة ملاعبية تشكيلة هجومية يلعبوا الكورة خرجوا الكورة مليح خلطت برشا لاتاك الكلوب الأفريكي خلقت زوكازون بقراس الميليو التيران نتاعها. دوك هنا المدرب الذكي اللي يعرف خصال ملاعبيته ويعرف وقتاش يوظفهم وقتاش يبدل ويغير. وشوفنا تيني والغريس علاش لعبهم خاطر ما طلعوش عمل على وسط التيران ونجح فيها افيك كما قال انيس الفورم تاع العبيدي تقريبا بالرغم اللي خضراوي توصف في دو ماتش دو سويت مش موجود في الماتش. دونك المدرب يعرف كيفاش يوظف الملاعبيه نتاعو وهذه هي قيمه المدرب. كلوب افريكا تحسنت تطورت لكن ما نجموش نحكموا على افريقيا الا ما تلعب ماتشات اصعب. لكن مجيد هنا انت حكيت انا مع انيس راهو ثلاثه ماتشات كان جينا بالافكتيف نتاع مناول ما نزوش فيهم لا تخيلت لا قلنا لا معك معروف لا تبدل معناها لازم تحكم على المدرب. لا اش قلتك السنة راهو قفصه كانت من ديبلاسمونات صعيبه النادي الافريقي لكن بنجردين. لكن شوف العمران باللي مدته قفصه نتكلم على قفصه باش تتعب برشا السنة. اولا عملت ساعه روتار في التحضيرات نتاعها وعملت شركه مع تقويل وشوفنا سي البلان فيزيك ليكيب بريسك زميتو عملت البعثه على الباهي ومن بعد طاحت. دونك قفصه بتلقى برشا مشاكل باهي. هاي تفضل سيد احمد كلاشيني خويا من البارح جاي باش تكلاشيني ما عجبكش الستاتيو اللي كلبته على احمد حمدي العبيدي خويا وفني كان يسكن فيه ما شاء الله. لا شو احنا راهو كمحللين واعلاميين معناتها والناس قاده الراي في الاعلام الرياضي راهو ما يلزمناش زاد نطيحوا فك النفخ نتاع صوره ملاعبي على باس ولا على اسيس. اولا سا حمدي العبيدي راهو اللي كنتوا تحكيوا فيه راهو عملوا ضد قوافل القفص راهو ما عملوش ضد الترجي الرياضي التونسي ولا النجم ولا النادي الصفاقسي مع احترامنا لقوافل القفص اللي كان ايكيب ضعيف برشا حتى على مستوى اللاعب حتى تكتيكمو ما فهمناش المدرب شنو يحب يعمل. لا لعب مثلا ركن الباس ولعب على لي كونتر لا طلع على النادي الافريقي بريسير. بهذه حاجه اخرى ما لازمناش نتخمروا مازال بكري للحكم على النادي الافريقي. النادي الافريقي لعب ضد العمران لعب ضد القوافل ولعب العمران شفناه كيبيه شفنا انا بحال سي اس اس الجمعيه احنا نبعدوا شويه عاك الانفعاليه والانطباعيه. راه مش على ثلاثه ماتشات نحكموا على النادي الافريقي كيفاش باش يكون موسمها اما نحكموا على مدرب عارف روحه واش قاعد يعمل. على مدرب كي تشوف النادي الافريقي تلعب تحس فما خروج صحيح بالكوره تحس فما دي سيركوي نتاع لعب واضحين. اما هاو اللي ما حكاوش عليه الاولاد واللي ناقص النادي الافريقي هي الاجريسيفيتي في الميليو تاعنا. الميليو تاعنا تاع النادي الافريقي مازال ماهوش ميليو فكاك. ان شاء الله بدخول بتات الملاعبيه جدد هذوكم في الميو تاعنا يتحسن النادي الافريقي على المستوى هذاك ويولي بالحق فريق متكامل. النادي الافريقي مازالوا له دي ستاج جايين ضد الفرق ما يسمى بالفرق الكبرى وقتها تو نشوفوا المستوى الحقيقي نتاع النادي الافريقي. حكيتوا على حمدي العبيدي انا اهم لاعب في النادي الافريقي هو بلال ايت ملك ملاعب يعطى حلول كثيره في تطوير الهجمه وفي الثلث الاخير الهجومي الاخير للنادي الافريقي ملاعب يتركز عليه اصحابه ملاعب يعرف يلعب ظهره. المدرب بدل له البوست نتاعو ملاعب يعطى اضافه كبيره في خط هجوم النادي الافريقي باللي كاليتين موجودين عنده. اما شنو ينقص ايت مالك تنقص اللمسه الاخيره تنقص ساعاتك القرار الاخير نتاع الباس الاخرانيه مازال كان يرشك اموره في الناحيه ذيك كما كتبت انت في الستاتيو وقتها نوليو كنا نطالبوا النادي فوزي البنزرتي لانه يعيط لبلال ايت مالك في المنتخب. مازال بكري شويه ما طلبتش لا انت معناتها ضغط غير مباشر في التدوين انا قلت مفضل للاعبيه اللي تحب تمشي للمنتخب من خلال تدوين عملها هو على الملاعبيه اللي خويا ما يحبوش يجيو هاو مريض هاو عمتي توفيت هاو ولد عم ولا الباش توفى هاو متقلق هاو ما يشارك حموه في جمعيه. صحيح انا نحب ملاعبي هو اللي يحب يمشي للمنتخب مش اللي يتكبر على المنتخب. احنا ما نرجوه هو انه بلال ايت مالك يواصل بالطريقه هذيك وبالروح هذيك وباللكاليتي هذوكم يوصل بهم للمنتخب. اما يلزم يأكد هذا في الماتشوات الجايين في النادي الافريقي. باهي تحكيميه مختلفه خلينا نمشيو فيها مع معش عندنا برشا وقت ومازال ماتشوات. والله رينا لقطتين اللقطه الاولانيه توغل من مهاجم قفصه على جهه اليسار صار كونتاكت مكاتفه بينه وبين مدافع النادي الافريقي وفي اخر اللقطه
رينا طريقة سقوط المهاجم، رينا الحقيقة معناها سقوط متعثر، معناها هز ساقيه زوز وطاح، والحكم هنا كان محق في المطالبة نتاع القفصة بلانتي في ضربة جزاء. شفنا يد عزيز الغريسي في وجه المهاجم، هو كيف يد اليد في وجهه اش فاش قام تعمل كرواز مول ساقيك وتيح، معناها ضرب ساقيه وطاح. بالنسبة لي أنا احتكاك عادي ما يرتقيش الضرب الجزاء، مش مستحوذ على الكرة، الكرة ما بيناتهم هو شفنا يعطيه حتى صفرة زاد. اي يعطيه صفرة لخاطر يستحق الصفرة زاد. اي طريقة التحان نتاعو تخلي واليد اللي كان نساوه اللي في وجهه. فماش فماش ضرب الجزاء، ما ترتقيش الضرب الجزاء، لا قدر الله كان زفرها رانا باش نحكيوش بيه تزفرت عادي، محلولة يده ما فماش مرفق تضرب في الوجه الجوار عادي، بلوكاج عادي، ما يرتقيش الضرب. ضرب الجزاء راهو هنا في تونس لازمنا نتعلموا نزفروها باش لعبت كل راي العام ولعبت كل راي تقتنع بكونها موجودة. رينا بعد لكسيوم تاع حمدي العبيدي هنا ما زلنا ونعاود هذا نفس الكلام مش نقوله لنيس، جمعية ربحة اثنين ولا ثلاث راهو الاربيتر يقول لك يا خويا اختاري توا هذه لاكسيون ذول نتاع البونتو الرابع الثالث ولا الرابع، فهمتني؟ معناها الاربيتر يقول لك هنقص الموضوع، مع انا ناكد لك اليمين العيادي كان بعيد، معناها الاسيستون هو اللي هز له قال له حمدي العبيدي راهو ضرب الجوار، ورحنا ريناها العباد الكل حمدي العبيدي عمل تاكل عادي خذا كورته، ووقت اللي عمل القطوتين ولا ثلاثه باش يمشي للكاج وقتها الاربيتر حس بالخطر وصاحبه هزلوا قالوا راي كفرون لا وجود اللي خطأ، وكان الحكم كان الحكم الاعلان عن مواصلة اللعب. واضح باهي. نمشيو للمقابلة اللي بعدها، نجم الساحلي فاز 2 بلاش قدام اتحاد تطاوين، حمادي الدوذة اللي كان خذا نفس جديد في النجم الساحلي بعد الكلام اللي كان على اقالته اليوم نيس خانس لك انت، شفنا فوز النجم كانه يرجع شويه روح للمجموعه. هو كان الحقيقة أنا كنت متأكد إنه النجم الساحلي مش بش الخدمة متاع حمادي الدو مش بش تعطيك توت سويت، يعني الحقيقة لأنه أنا على بينة إنه الملاعبية هذو ما موجود كومبيتيون، ملاعبية بعاد على الكومبيتيون، ملاعبية دو كاليتي، ملاعبية عندهم الإكسبرينس ما يفيدوا النجم، لكن مش تو متأكد إنه بصير بوليميك كبيرة، وحتى من مباراة إن الاتحاد المنسيري كنت متأكد إنه النجم الساحلي باش تعدى كوتي بما انه الفوارق بعيده، والاتحاد المنستيري الحقيقه من افضل الفرق في الموسم هذا مقارنه بالتثليقات، لانه الحقيقه ما يطلبش برشا رؤيه ولا برشا انتظارات. مقابله كانت منتظره انه باش يكون سو بريسيون حمادي الدو، سجل في لونتام تاع البريمير ميتون، عاود رجع في الزيميتون وسجل من لونتام بيكس بلوان تاع وليد القروي، الحقيقه فرحت له برشا اللي قاعد يرجع بشوي بشوي، زوز اهداف ممكن في اول وجهه لي مع النجم تغير له برشا، تزيدو تضيف له، تشوف النجم تشوف التشكيله الحقيقه سلام لعبيه بالور مع ثم سامي يستحقوا شوية وقت كما شوات، الحقيقة يستحق برشا وقت مش شوية وقت، برشا وقت يلزم محمد الدوي يلقى حلول على المستوى الهجومي، لكن نقول على 90 دقيقة ومن بعد 90 عندي امتي ميساج الوليد اسمه مخلص شوشان هكا، نحب نحييه ما شاء الله عليه، نحب نسلم عليه ونحب نقول له عايش خويا. انا نشوفه من افضل الحقيقه النواه احمد، ممكن انا مع احمد في احمد ما يحبش الكلام، لا معاه قلت له ليد المره الاخرى قلت له شبينا الواعدين وان شاء الله يكون في لا انا معاه بانه احنا ما نفخوش برشا ملاعبيه، زاد ما نكونوش سبب باش نضروا برشا ملاعبيه، ولو انه بلا سمحنا يعني في التعليقات يقول لك منتصر النوري يقول لك العبيدي مركز ضد الترجي، مركز ضد الاتوال، مركز ضد المستير والسي اس اس، معناها مو ضد قفصه فقط، ما حكيتوش عليه احسن حاجه تحسنت فيه الديسبلين، لا عادي يناقش، لا عادي يعمل بيديه خاطر تحس وراه قاعد يخدم عليه المدرب. مخلص سوشين نحب نقول له عايش خويا صغير، مهنة كرة قدم مهنة صعيبة برشا، مهنة صعيبة وسيرتوك إذا أنت عندك الكاليتي والبوتنسيال هذي اخدم عليهم حسنهم، سقيك في القاعة أهم شيء، سقيك في القاعة تخدم ملاعبي حاضر أتولي بلون ديول متاعو يربح فيهم كاليتي باس، رؤية للميدان كبيرة في عمر كي من هكاكا، مسيف قاعد نتبع فيه الملاعب هذا الحقيقة إضافة كبيرة للنجم الساحلي، إن شاء الله يعاونوه للانتوراج والمحيط متاعه باش ينجم يخلط يعمل كارير باهية، خاطر تعرف بداية ديما صعيبة، لكن ليتوال بالنسبة لي أنا
هنيت اللي بعيد على المباريات قاعد يلقى في روحه ودكدوك عملوا ديوبيه برشا، لكن الحقيقه اللي دوبلور في الـ في الـ في الاظهره ما ثماش في النجم يعاني. فريق كبير كيما النجم نورمالمون عندك دي دوبلور كيما في الجمعيات الكبيره الكل. بن علي اليوم حتى كان يتعب ثم فاتيك ما ثماش دوبلور نتاعو. الخدامسي اللي هو اصله ما يظهر يمين وما عاد ظهير يمين، ثم كلكو بوست في النجم ارفوار، لكن انتصار مهم برشا قدام ادفيرسير اللي رفض يلعب البارح تطاوين، رفض يلعب بثلاثه خمسه اثنين كمل بها لاخر المباراه. ما ثماش الجراه، ما ريناش شك من المدرب انه يضغط انه يمشي. ما يكون ليتوال معروف فريق كبير في سوسة وصعيب في الظرف هذا تربحوا، لكن على الاقل ثم شويه فكر هجومي، لانه تحت تطاوين راهو عنده الامكانيات البشريه. كي انت تاخذ انيسياتيف وتحاول توظف وتنحي انتروازيام اكسيال هذاك تنحيه وتزيد انا طول قدام، كنت نجم تغير من وجهه تحت تطاوين. الحقيقه المدرب رفض حب يخرج باخف الاضرار، لكن ليتوال بالنسبه لنا كبدايات مهم جدا انتصار البارح يعطيه روح جديده مع الجاهزيه البدنيه اللي هي اهم شيء تجيب المباريات راهي عمرها ما كانت بالتمارين. نتصور ليتوال بمرور الوقت نجم يتحسن مع حمادي الدو، وسابق اوانه انك تقيل حمادي الدو في ظرف كيما هكايا نجم نورمالمون ياخذ فرصته كامله ومن بعد نجم تحكم على حمادي الدو. باهي مجد تطاوين ظهر لي بالصعوبات اللي لقاتها، حتى التيراج جاها صعيب، زوز ديبلاسمونات في اول صعاب في اول ثلاثه ماتشات، معناها واحد لسوسه واحد لراتس، لكن ربحت سيربي ربحت سيربي دعم الدوزيام ماتش. باهي تطاوين قاعده معناها هذا كل رجع للتحضيرات تاخره تقريبا اي سيمين تاع معناتها ديماراج تاع شوبينا مازالوا ما تلموش. سي نورمال وقت انت تبدا هيئه ماكش حاضره معناتها من الناحيه الماديه وماكش ما تجمش ملاعبيتك وما تجمش تحضر الموسم نتاعك باش تلقى برشا مشاكل. وفي دلاني رياكسيون اللي عملوها دريت سيابي رياكسيون دامور بروبر معناها، لكن ما تداومش اذا انت ماكش محضر على قاعده باش تلقى صعوبات. وهذا اش قاعد صاير في تعتاوين، خاطر تعتاوين ما فيهاش ملاعبيه عندهم اسميه كبيره، تعتمد على المجموعه كي تبدا مش حاضره فيزيكمون تلقى النيفو مرة تربح مرة تخسر دي ودي با. دونك التطاوين مازال عندها مشكل التحضير نتاع على المستوى معناتها الجاهزية البدنية، لكن ممكن بالوقت تتحسن الظروف نتاعها. أنا نحب نقول كلمة هامة على حمادي دو، شوف راه المدرب يا إسلام والناس الكل تعرف راه يمشي بالثقة، والثقة نتاع شكون نتاع الهيئة. الأية كي تسمع الفيسبوك يخرج يقول حمادي دو خرج، فما حتى مدربين حطوهم في الليتوال وهو مازال يراني. مدرب كي مبداش عنده الثقة بتاع الهيئة معناها يبدا متقلق. وحمادي دو عاش فترة صعيبة ياسر، خاطر الليتوال مش مع حمادي دو ما ربحتش عندها قريب سنة ما ربحتش الليتوال، معناتها برشا فترات الليتوال مش قاعد تربح. دونك أنت كهيئة باش تحط لونتور نتاعك في الليليمون نتاعو في معناتها باش تشجعه باش تعطيه هذيك الثقه، كنت على الليتوال تخرج ان كومونيكي وتقول انا متشبث بالمدرب نتاعي. يخرج فما كومونيكي لا خرج مخر خرج وقت في البيريود دو دوت ما خرجش، لازم التايمينغ نتاع الهيئه معناها اللي احنا شكرناها برشا وعلى راسها تبارك الله واحد من افضل اللاعبين اللي خرجته معناتها تونس. يلزمك تحمي المدرب نتاعك في الوقت المناسب، وقت الناس تبدا تخرج في الاشاعات انا لا نخرج كهيا المدرب متمسك به كيما عمل ستاتيونيزيان تتذكرش استرتمو حمادي داو حبوا يخرجوه جمهور مسكت به الهيئة بعد اخر عام مسكوا تونيزي ما تمسكتش برشا الزوز ما تمسكوش برشا الزوز فكروا لا في الايقاع محمد محجوب معاد محجوب استرتمو نحاوة استرتمو ما تنحى محمد تنحى حمادي داو في رمضان تنحى ورجع شكون خليه؟ الهيئة معناها حتى الهيئة خمت في الايقاع نتاعو بون اوكي يحسب لها بعد ديسيزيون فينال لكن خمت في الإقالة نتاعو ونأكد لك حتى هيئة ليتوال خمت في الإقالة ومكلمة حتى مدربين أخرين لكن خلت فضلت تتريف توا وأكيد صحيح الديسيزيون نتاعها بما أنه مازال بكري هنا هو البروش نتاع الجميع الكل بصفة عامة تو أنت عام أنت جايب مدرب على أساس شنو ما اختيارك للمدرب هذاك عارف اللي وين باش تمشي به جيت تحكم عليا دو ماتش وتهبط له كل مره ملاعب كيب جديده معناها كيب كل مره ملاعب يهبط له من كل شيره مره اثنين مره ثلاثه شحال يعمل مدرب هكاك احمد اعطيه الوقت نتعديه وخلينا نقدموا ما عندنا برشا وقت. زوز فرق الى حد الان قاعدين يقدموا في مستويات كبيره برشا اللي هما جرجيس والاولمبي الباجي. جرجيس فوز الثالث على ثلاثه فاز على المتلوي واحد بلاش، والاولمبي الباجي عاد بفوز ثمين كيف كيف من بنقردان واحد بلاش. الزوز عندهم 9 نقاط في الصداره مع الكلوب.
والله حاجة تفرح برشا إنهم على الأقل زوز فرق هذوما يعطيه شوية تشويق ونكهة البطولة الوطنية، وهذا مش غريب على زوز فرق بور لا سامبل ريزون وراهم زوز معناتها إطارات فنية كفء وعالية اللي هما أنيس بوجلبان في الترجي الجيسي و مدرب البلجي نصيف البياوي وحمدي مرزوقي معاه يعطيهم الصحة معناتها رغم سيرتو باجا رغم اللي التأخر نتاع حل المشكلة نتاع الانتدابات معناتها لهم بالباجي بالملاعبية تقريبا من الأقسام الثانية والثالثة معناتها قدر المدرب أنه يعمل توليفة باهية ورغم اللي خرجوا منها ملاعبية دو كاليتي مشاو للنادي الصفاقسي وفرق أخرى نصيف البويوي نجح في أنه يعمل فريق معناتها تنافسي فريق معناتها قاعد يحقق في الانتصارات وهذه حاجة باهية بالنسبة لنا بباجي. كذلك أنيس بوجلبان يعطيه الصحة معناتها في الترجي الجرجيسي في الترجي الجرجيسي رغم الإمكانيات يعني الضعيفة إلى حد الآن قاعدين قايمين بالواجب نتاعهم وقاعدين يعملوا في نتائج معناتها أكثر من المتوقع. المهم هو أنهم يواصلوا، هذا هو أهم حاجة هي أكل الاستمرارية. أكيد اسكو الزوز فرق هذوما قادرين أنهم يستمروا في تحقيق النتائج الإيجابية هذه إلى نهاية الموسم ولا لا؟ هذا هو السؤال الكبير. باهي فاصل الموسيقى قصير وبعد نكملوا نحكيوا على بقية المقابلات وخاصة المفاجأة اللي كانت البارح فوز العمران على السياسات.